يا كمال بيه يا بابا. بابا انت ايه اللي جابك هنا؟ البوليس مسكهم واكيد جايين دلوقتي ورايا. انا عايزك تساعدني. يستاهلوا وانت كمان تستاهل. كان يوم اسود يوم ما خلفتك. هدي نفسك يا بابي. مازن انت اي حد هتقرب له دلوقتي هتضره. من فضلك امشي من هنا، احنا مش هنعرف نساعدك. وصلت اللي نفسك فيها ندى؟ انت اكيد اللي بلغتي. هتفضل غبي للاخر مش انا، بابلو. اطلع بره، اطلع بره. بابي هدي نفسك. حاضر انا هطلع بره. وانت يا ندى انا مش هسيبك انت وبابلو بتاعك، انا هرجع لك تاني. اطلع بره بيتي، اطلع بره. زي ما حضراتكم شايفين جزار الاعضاء البشريه بيحاول يهرب. هو ايه اللي انت بتعمليه ده يا صافي؟ عقالي وقف التصوير ده. المستشفى اللي المفروض يكون الملاذ الامن لكل مريض حوالت على يد المجرم ده لمشرحها في فيلم رعب. نزل الكاميرا دي احسن لك. طبعا مش عايز يتصور، مش فاهم ان الدنيا كلها فاهمه حقيقته. انت يا ابني نزل الكاميرا دي، انا دلوقتي طالع على المطار وهاخدك معايا وهديك مليون جنيه وانت كمان. مش هتلحق يا مازن بيه، مش فاهم طبعا ان احنا في بلد قانون بيحاسب كل الفسده والمجرمين. ودلوقتي وصلت الرجالة اللي هتجيب لكل الضحايا حقوقهم، لكل أم فقدت ابنها، لكل زوجة فقدت زوجها، لكل حد فقد حد غالي. بقول لهم لقضاء مصر هيرجع لكم حقوقكم وهيخلي المجرمين عبرة لمن يعتبر. يا بابا يا ندى الحقوني، يا ندى الحقوني. ندى سجل سجل كل ده. في حاجة كمان لازم تتسجل. انت طالع يا صافي. سجلت. يلا يلا على البوكس.